والأساتذة الذين يشرفون على هذا الإنجاز العظيم. بداية دعوني أقول تحية طيبة ومباركة لكل من يحضر معنا، كل باسمه ومقامه. طبعا المداخلة ستكون اليوم وعلى عجالة لضيق الوقت، أن الموضوع كبير وكبير جدا، وهو عملية التبرع بالدم، لكني سأحاول في هذه الدقائق المعدودات أن أعطي أهم الأفكار، أو بالأحرى أهم النقاط التي ينبغي على الفرد أن يعلمها. طبعا المداخلة في عملية التبرع بالدم وتحديات كوفيد 19 جائحة كورونا، تقريبا المداخلة ستكون عبارة عن إجابة عن أسئلة، تقريبا 5 أسئلة، وهي طبعا بعد التعريف، ثم لماذا ونقصد بها الأهداف، ثم الجهة المشرفة والخطة والسؤال كيف، ثم المكان والزمن وهو السؤال أين ومتى، وفي الأخير ما هي أهم التحديات التي واجهتنا، أو بالأحرى التي تواجه كل من يعمل في المجال الإغاثي. طبعا إذا أردنا أن نعرف عملية التبرع بالدم، فهي عملية طبية تكمن في نقل كمية من الدم من طرف شخص معافى لشخص مريض. طبعا تكون هذه العملية نقل الدم تكون طوعية، طوعا طبعا الكمية تكون من 400 إلى 50 ملليلتر من الدم، هذا باختصار تحت إشراف طبعا طاقم طبي متخصص، طبعا متخصص في هذا المجال. هذا باختصار شديد التعريف العملية. أما فيما يخص الأهداف أو أهداف عملية التبرع بالدم، تهدف العملية إلى الوصول إلى مجموعة من الأهداف، من بينها وأبرزها أولا توفير الكمية اللازمة لصالح المرضى، بمعنى توفير هذه المادة، مادة الدم التي لا تباع ولا تصنع تشترى. لذلك من واجبنا أن نوفر هذه هذا السائل الحيوي لمرضانا في المستشفيات. طبعا النقطة الثانية هي نشر ثقافة التخير هذا المجال. لو نعود ب15 سنة للوراء، كان أفراد المجتمع يخافون من تبرع الدم. لماذا؟ لأنهم يجهلون الكيفية والوسائل التي يتمها، وطبعا والطاقم المشرف على هذه العملية. طبعا ثالث نقطة هي تقريب المبرع من المريض وشرح معاناته من خلال هذه العمليات. ثم النقطة الأخرى وهي العمل على تنظيم العملية التحسيسية لأهمية العملية، وتهدف هذه العملية إلى تسليط الضوء على الجهة المشرفة، وتسليط كذلك الضوء على الطريقة التي تتم بها هذه العملية. طبعا نقطة أخرى وهي كسر حاجز المناطق النائية. كما تعلمون أو منذ زمن فات، كان التبرع بالدم يقتصر على المدن الكبرى فقط، كان في المدن الكبرى فقط. أما في البلديات وفي المطاشي إلى خارج المناطق الحضرية إن صح التعبير، فهذا مستحيل. لذلك كان لزاما على جمعيات المجتمع المدني، وبالأحرى جمعيات العامل حقل إغاثة، أن تقوم بهذه النقطة، وهي قضية كسر حاجز المناطق النائية. ثم آخر ومن بين آخر النقاط كذلك التي كان لزاما عليها هنا، وهي قضية الحصول على قائمة المبرعين، بمعنى الإمكانيات طبعا إشارة جمعية الأسرة الإصلاح الدينية، كان هاجس وصل مع المجال. لما عملنا برنامج الصوت ضعيف أستاذ جلالي، الصوت ضعيف. هذه تقريبا من بين الأهداف التي الصوت أستاذ جلالي الصوت، نحن لا نسمعك. هل تسمعني؟
هل تسمعني الآن؟ نعم تفضل. أغلق الكاميرا. هل تسمعني؟ أغلق الكاميرا فقط. هل تسمعني الآن؟ إذا كما قلت من بين كما ذكرت في الأهداف هذا المادة التي لا تبيع ولا تصنع ولا تشترى، كذلك هناك نقاط أو بالأحرى الجهات الجهة المشعة والخطأ، فالجهة المشعة طبعا من واجبنا كهيئة أن نبين المرة هي الجهة المشعة هذا العملية وهي حتى يستطيع المائن حتى يستطيع أن يحس بأنه في أمن وسلام. أولا يعلم جيدا أن هذه الطاقم هو طاقم متخصص متكون من أحباء متخصصون وممرضون كذلك في ذي المجال، كذلك فيما يخص الوسائل فالوسائل ايزاج اونيك ذات استعمال واحد، كذلك فيما يخص كل الوسائل التي تستعمل معقم ولها استعمال واحد بمعنى يخص لكل فرد فقط لكل فرد وسائله الخاصه. هناك طبعا هناك 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 خطه في العمل، خطه عمل العمل التبرع بالدم طبعا هي كاين اثناء قبل عمليه التبرع بالدم، ثم اثناء عمليه التبرع بالدم، ثم بعد عمليه التبرع بالدم. ماذا هو المطلوب من 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 منا بعد قبل حمل التبرع بالدم؟ طبعا هناك اجراءات اداريه بيروقراطيه ينبغي القيام بها من اجراءات اداريه، ثم الدعايه ينبغي ان تكون هناك دعايه ناجحه للتعريف بظروف اجراء هذه العمليه وما هي النتائج او بالاحرى ما هي الايجابيات التي تعود على الفرد من حمل التبرع بالدم، لانه كما تعلمون المجتمع كل عباره عن مستويات. هناك من يريد التبرع او يحبب له التبرع عن طريق تسلط له الضوء في الجانب العلمي، الجانب العلمي ما هي الفائده من التبرع بالدم. طبعا المختصون يعلمون ذلك، علاقه التبرع بالدم والاكسجين، علاقته بالحديد، الامراض، علاقته بالاصابه بامراض بعض الامراض الخطيره كامراض القلب، امراض السرطان الى غير ذلك. ثم هناك من ياتي اليك للتبرع من جانب الترغيب، وكان شعبا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا، فتبين له ان هذه العمليه انها صدقه، ان عمليه التبرع بالدم هي عن عمليه صدقه جاريه على صحتي وعلى اولادي الى غير ذلك. وبالتالي الدعاية تلعب دور مهم جدا في إنجاح هذه العملية قبل العملية. ثم التواصل مع الفاعلين في المجتمع، طبعا هناك أعيان حسب التخصص، فنحن في الهيئة نتواصل معهم لتبيان لهم دور وأهمية وضرورة توفير هذه كمية الدم. طبعا النقطة الرابعة وهي قضية اختيار المكان والوقت المناسب، اختيار الوقت، وهنا تدخل بعض التحديات، اختيار المكان والوقت المناسبين، بمعنى كان في الماضي يظنون البعض ان الدم نقوم بهذه العمليه عمليه الدم على مستوى المؤسسه الصحيه فقط، لكن ولله الحمد استطعنا ان نبين الفكره ونشرح للمجتمع لافراد المجتمع بمختلف اطيافه ومختلف اطيافه ومختلف مستوياته ان رجاء الاسراء، المكان الذي نقوم في المكان الذي نقوم به في عمليه التبرع بالدم هو مكان امن يضمن لك السلامه، فيه تهويه، ليس فيه ضجه، ليس فيه مكان مصدر للاوبئه الى غيره. كذلك الوقت هناك الوقت يلعب دور في زياده في عدد المتبرعين. اما النقطه الثانيه وهي اثناء الحمله، فاول نقطه وهي الاستقبال الحسن وتهيئة الظروف للمكان كذلك من حيث التنظيم، بمعنى الاستقبال الحسن للطاقم المشرف من إكرام إلى غير ذلك، والاستقبال الحسن كذلك للمتبرعين. تهيئة الظروف هناك تقريبا قبل الجائحة كنا نقوم بتقسيم قصاصات تعرف بعملية التبرع بالدم وما يؤيده وما هي أنواع التبرع، ما هي التحلل التي يستفيد منها هذا المبرع، ما هي الإجراءات التي ينبغي أن يتبعها المتبرع بعد تبرعه، الأسباب التي يمنع منها التبرع إلى غير ذلك. لكن الجائحة جعلتنا نتأقلم مع هذا الواقع ونلغي قضية الملصقات،
نقوم بعملية تحسيسية مباشرة طبعاً بارتداء طبعاً باحترام شروط الوقاية من المرض كما تعلمون، ثم نقوم بعملية تحسيسية ميدانية لكل من يحضر. ستكون هناك من يأتي فقط من أجل يرى ما أجل أن نشوف واش كان، مجرد أنه يسمع ما هي الفوائد من تبرع بدو يقول لك والله ما كنت بغي نتبرع لكن لم كنت أجل هذه الفوائد، وبالتالي أنا مستعد لأن أتبرع. طبعا نقطة إكرام مهمة جدا للمتبرعين طبعا منها. ثم بعد الحملة على بركة الله بدأت الحملة بسم الله، وجاء هناك من تبرع بدمه إلى غير ذلك طبعا من رجال ونساء. ما ينبغي فعله هو ضبط قائمة المتبرعين، بمعنى ينبغي أن تسجل كل من حاضر وأراد أن يتبرع بدمه لكن ربما لسبب معين لم يتبرع، لكن أنت مطالب بأن تكتب اسمه ولقبه وعنوانه ورقم هاتفه من أجل التواصل معه فيما بعد. ثم البطاقية، لدينا سياسة واضحة، كل متبرع، كل من يأتي متبرع ولو للمرة الأولى نطلب منه صورة، هذه الصورة نقوم بصناعة بطاقة متبرع. فبمجرد أن نتبرع للمرة الأولى نحن نرى في الهيئة الإغاثة الجزائرية من واجبنا أن هذا المتبرع بعد أن فهم ما هي الفوائد التي تعود عليه وما هي الفوائد التي تعود على المجتمع خاصة المرضى، وبالتالي تجده هو مضطر أنه يصنع بطاقة. ثالث نقطة وهي التوثيق الإعلامي، تقريبا نعتمد كثيرا على الجانب الإعلامي بالتوثيق. لماذا؟ لأنه هناك المثبطون وهناك من يحملون أفكار سلبية في المجتمع، يزرعون، ربي يغفر لهم، يزرعون أفكار سلبية في المجتمع، الظروف المتبرع لا تسمح، الدم الذي تبرع به لما بين المريض، هناك غبش، هناك كذا، هناك، والله تصدقوني أنه تقريبا هناك رسائل سلبية من طرف السلبيين. هدفنا هنا من التوثيق الإعلامي أن نبين أن هناك شباب وهناك شابات رغم هذا التضليل إن صح التعبير الإعلامي، لكن مجرد أنهم ينظرون إلى من حاضر جلالي في هذه العمليات، وبالتالي قد انتهى. أستاذ جلالي، سين الحال خير من سين المقال. أستاذ جلالي، أستاذ، نعم، الوقت انتهى. نعم، فقط نقطة واحدة لتتكلم عن التوصيات، رجاء دقيقة واحدة فقط لتتكلم مباشرة للتحديات. أستاذ، نعم، للتحديات، أفضل التحديات طبعا نروح مباشرة للتحديات. أستاذ، من بين التحديات التي عشناها وهي قضية الخوف المتبرع من الإصابة بالعدوى أثناء التبرع بالدم، الخوف من إصابة الطاقم الطبي المشرف على العملية، زيادة الطلب على مادة الدم بشكل كبير جدا أثناء الرائحة، الحجر الصحي والإجراءات الإدارية المتبعة، القيود المفروضة على تنقل المتبرعين، غلق بعض المؤسسات من بينها المساجد، خاصة المساجد كانت تلعب دورها وكانت لها وازع دين يساعدنا بزاف في إنجاح العملية، لكن للأسف لم نستطع هذه الإجراء، أثر سلبا على المتبرعين وعلى توفير الدم. كذلك قضية مهمة جدا وهي دورنا في التحديات، كيف نتعايش مع هذه في هذه الظروف، بمعنى كيف نأقلم هذه عملية التبرع بالدم في هذا الواقع، واقع كوفيد 19. ولله الحمد استطعنا من هذه الطريقة المتبعة في إجراء حملة وطنية للتبرع بالدم، شملت الولايات الساحلية فقط، تقريبا 20 ولاية ساحلية قمنا بحملة وطنية في خلال 3 أيام. طبعا جلالي، شكرا لضيق الوقت، أنا أعتذر لضيق الوقت، أنا مضطر لكي نعطي فرصة للمتدخلين المتبقيين من فلسطين والأخ عماد، أنا أعتذر، لعله في المناقشة ربما تثير نقاط أخرى.